عسل النخل يكون حبات صغيرة يابسة تشبه الحبات الميستيكا، يكون لونه أصفر مائل للحمرة أو أبيض حبات كبيرة مائلة للإصفرار، يتكون فوق حبات التمر ويتساقط من فوق حبات التمر، ينزل على الأرض ويتم جمعه هنا في الجنوب ويستعملوه في الوصفات العلاجية، يستعملوه للأطفال حديثي الولادة، يستعملوه لهم مسحوق مع الكمون لعلاج ألم المعدة اللي يسموه هنا التعكريشة. وصفتنا اليوم راح تكون للقولون العصبي أو لآلام المعدة عموما. اللي بغى يستفيد من هذه الوصفة يتبعنا في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد. وصفتنا اليوم للمعدة لعلاج القولون العصبي وحتى للقضاء على ديدان المعدة. ديدان المعدة اللي الكثير يعانوا إنهم اللي كلاوه ما يبانش عليهم، هذه الوصفة راح تساعدهم إن شاء الله. نحتاج في هذه الوصفة عسل النخلة اللي رانا عرفنا به، يكون حبات صغيرة يابسة تشبه الحبات الميستيكا، وهنا عدنا العرعار، هنا تقريبا 50 جرام عرعار، وهنا عسل النخلة 50 جرام عسل النخلة. الوصفة نطحنوا هاد العرعار، نديروا هاد العرعار هنايا، نحطوا العسل اليابس كما قلنا يكون يابس عسل النخلة، نديروا عليه العرعار ونطحنوه، بعدين نغربلو. راح نطحنوا وبعدين نخرج النتيجة إن شاء الله. طحناه بهذا الشكل، نغربلوه الآن. بسم الله، راح يتغربل لأنه هذا عسل النخل يكون يابس، وهنا مشهور في الجنوب بيستعملوه كثيرا أثناء سكرات الموت، يعطوه هذا عسل النخل يسقوه له في الماء. مع يسقوه هذا عسل النخل تطلع روحه، هذا كيف قالوا لنا هنا. هذا راح نرجع نطحنه مرة أخرى ونصفيه. هنا عندي علبة نحطه فيها بسم الله بهذا الشكل، وطريقة الاستعمال نتاعه تاخذ تدي منه ملعقة على الريق، والله أثناء اللي تحس بالألم المعدة تدي ملعقة نتاع قهوة من هذا المسحوق اللي هو مسحوق العسل، عسل النخلة والعرعار، راح يساعد في القضاء على وجع المعدة أو القولون العصبي، وكذلك يقضي على الديدان. عن تجربة هنا مجرب في الجنوب يقضوا على الديدان المعدة بهذه الوصفة. إن شاء الله تنال إعجابكم هذه الوصفة وتستفيدوا منها كالعادة. إن شاء الله تنال إعجابكم كما قلنا وتستفيدوا منها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.